انا بنت ولد. انت شلون جيتي القورية؟ تزوجت من السوري. من سوريا؟ كيف طلعتي؟ شنو كيف؟ كيف طلعتي من تونس على سوريا؟ على طريق شو؟ طلعنا نظام يعني. من وين؟ من تركيا. من تركيا؟ ايه. وشلون تعرفتي عليها؟ كيف تعرفتي على الزلمة وجيتي على هون على سوريا قصداني؟ أنا تعرفت عليها، هو كان يشتغل مع أخوي في السعودية. أيوه. وصار تعارف يعني بين العائلات. أيوه. طيب خطاب الحمدان تعرفي شيء؟ لا ما أعرف. خطاب ما تعرفيه؟ طيب ماشي، لا تخافي. والله ما أعرف هذا بالله. خلاص ما تخافي. أصور لعندي ماشي. تمام.